الفنانة الكبيرة والقديرة يسرى. مساء الخير يا يسرى. يا مساء الخير. ده شرف ليا والله النهارده انك معايا في البرنامج. الله يخليك. الخط اتقطع بينا معلش. معلش. انا بس عايزه بس احيي الشعب المصري واحيي القوات المسلحة العظيمة اللي وقفت جنب الشعب المصري وفي ظهر الشعب المصري. النهارده فرحتي كانت كبيرة قوي. ازيك يا استاذ خالد يوسف؟ حبيبتي صباح الفل. صباح الورد يا حبيبي. ازيك؟ انا بتمنى لمصر انها دايما تبقى هي الاولى في يعني هي قدوه كبيره. الشعب المصري ده مارد، لما بيقوم محدش بيقدر عليه. انا ساكت، احنا قاعدين نسمعك انا وخالد، مش هنسال ولا حاجه. انا فرحانه ان احنا النهارده عارفين نفرح كده، عارفين نحس ان احنا ورانا ظهر اللي هو القوات المسلحه بتاعتنا، حاسين ان احنا لينا قيمه ولينا كلمه، لان الشعب هو اللي بيحكم بجد نفسه، هو الاراده الحقيقيه للبلد. ما ينفعش ابدا اللي حصل فيها ده، ما ينفعش ابدا. يسرى انت نزلت الميدان كذا مره، ايه اللي لفت نظرك النهارده؟ انا وخالد عمالين نتكلم بنقول في حاجه مختلفه في الشعب المصري هذه المره. في حاجة. ايه انت لاحظت ايه؟ غير السلوكيات، في فرحه، في الناس اللي حاولوا يفرقوا بيننا بتصنيفنا بطريقتهم السخيفه اللي حصلت دي، ما عرفوش يفرقوا بيننا، احنا اتلم شملنا التاني على بعض. احنا ما حدش هيعرف يفرق بيننا، ولا بين مسلم ولا بين مسيحي، ما احنا طول عمرنا مسلمين ومسيحيين عايشين مع بعض. وحصل ايه؟ دي مصر دي هي اللي كانت بتلم كل شعوب العالم. اه احنا كنا مسمينها الكوزموبوليتن، كوزموبوليتن يعني لما اسكندريه دي كانت مليانه كل الناس. الناس كانت كلها من كل انحاء العالم كانت بتتمنى تيجي تعيش فيها. ايه اللي جرى لنا؟ ايه اللي يحصل فينا بالطريقه دي؟ ليه بيعملوا فينا كده؟ النهارده المجتمع الدولي لازم يشوف المصريين بعين مختلفه، ولازم يحترم المصريين، ولازم يقدر المصريين، ولازم يمشي على طوع المصريين. المجتمع الدولي، انا بتكلم الغرب. لو قالوا لك ندي الرئيس فرصه، ايه رايك؟ لا ما اعتقدش. لا ما اعتقدش. طلبة الطلاق طلاق بائن. اعتقد انا طلبة الطلاق اللي هو البائن ده، هو عارفين اللي هو بدون رجعه ده. يعني دول تتريقوا علينا وتتريقوا على ديننا وكفرونا وخلونا ان احنا ناس ما بنعرفش ربنا، واحنا ما بنخافش غير من ربنا حتى لو اخطانا، لان ربنا ارحم مننا منهم هم. ربنا بيعرف يرحم، دي ناس ما بتعرفش ترحم. بحس الفنان بعد ما رجعتي من الميدان النهارده، حاسه انك متفائله شويه؟ حاسه اني عايزه احضن مصر، عايزه اطلع، عايزه اطير على على الطيارات الهليكوبتر، عايزه امسكها بايدي، عايزه ابوس كل جندي في مصر واقول له ربنا يا بخت جنود مصر. ربنا يخليكي، وانا عاوز اقول ربنا يخليكوا انتوا لمصر، وربنا يخلي القوات المسلحه وضباطها وجيشها وشعبها. يا رب نفضل دايما ايد واحده، ومحدش يقدر يفرق بيننا تاني ابدا ابدا. ما تسمحوش لحد يفرق بيننا تاني ابدا.